نرجع معكم مشاهدينا مباشرة على الهواء، وضيوفنا أو ضيفتنا هن لينا سنو المديرة العامة لنقابة وكالة السياحة والسفر بلبنان، ورقية حامد عضو نقابة وكالات السياحة والسفر بلبنان. أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. أهلا فيك. أهلا فيكم. نحن رح نطرح عليكم السؤال ومين ما بده يجاوب، شوفوا بين بعض. إذا بدنا نبدأ الحديث بأكبر التحديات يلي عم نواجهها بالوقت الحالي بصناعة السياحة والسفر بلبنان، شو بتذكروا لنا؟ بالنسبة للتحديات هلأ نحن فينا نحكي من هلأ لثلاث أيام بأي قطاع اللي كان، فكيف قطاع السياحة والسفر يلي هو بيتأثر بأي شيء، أي شيء خارجي، سواء كان اقتصادي أو سياسي أو شو ما كان. بس اليوم بدنا نحكي نحن أنه أكثر من التحديات أنه في عنا فرص حلوة. سو اليوم من بعد كورونا، من بعد الأزمة، من بعد كل هذا الشيء اللي عم بيصير، عم نشهد قفزة كتير كبيرة، وهذا الشيء حلو لازم نضوي عليه. لما بيكون في عنا فرص كمان لازم هون نحكي مظبوط أكثر عن كيف فينا نستغلها للماكسيموم. وهون بيطرا عنا تحدي اللي هو له علاقه بالشيء اللي كنا عم نحكي فيه كل هيدا الاسبوع، الممارسات الغير شرعيه اللي هي حمايه القطاع اكثر واكثر. سو التحديات التقليديه مش هيدا هو الشيء اللي عم تشوفه هلا، بالعكس بدنا بهاي القفزه اللي عم بتصير نحاول نحميها بشكل انه ما تتاثر من اي مخالفات او اي ممارسات مش مزبوطه. ومن هون الأتال أو النقابة عم تاخد دور كتير كبير، طبعاً بدعم كتير كبير من وزارة السياحة ومن الشركة الوطنية الميدل إيست، بأنه نعمل تغيير على أصعد كتير. من الصعيد القوانين نحدثها، من على صعيد العملي مع المكاتب، مع شركات الطيران، مع أنظمة الحجز، مع كله. سو مشروع كتير كبير مستمر، بدأ الخطوة الأولى لإله وإن شاء الله بنقدر نكمله للآخر. طب لينا، لما بتقلنا الممارسات الغير شرعية شو يعني؟ يعني كل شيء عم بيصير بالقطاع الليجل، يعني المكاتب الغير مرخصة أو الناس اللي بيبيعوا تيكت قصدكم، واللي بيحجزوا هيك قصدكم، اللي لهم علاقة بكل شيء مش أندر الأمبريلا أو تحت مظلة الترخيص، تحت مظلة وزارة السياحة أو وزارة النقل. هيدي هي الممارسات الغير شرعية، فيها تكون أحياناً على السوشيال ميديا فيك أكاونت، فيكون إعلان مش مزبوط، فيكون حداً عم يشتغل برخصة مش رخصته. هو باب كتير كبير، مشان هيك لازم يتعالج بشكل تقني مع المختصين يلي هن بالدرجة الأولى مثل ما حكينا وزارة السياحة وشركاء القطاع كلياتهم. طب شو هي التدابير لينا يلي لازم نعززها أكثر وأكثر بالوقت الحالي؟ هلأ هو في قصص كتير هي بالسوشيال ميديا، مفروض الدولة تاخد إجراءات كتير قوية. نحن بلبنان عنا هون جاب بهالقصص من وراء الظروف اللي عم بتصير بلبنان، نقص المحامين بالوزارة، نقص الناس اللي مختصة بالسوشيال ميديا تتابع دايركتلي مع شركات مثل متى، شركات التيك توك. هولي عم نحاول قد ما فينا هون بالنعابة انه يشتغلوا بالقصص الريسورسز الموجوده بلبنان يعني. بس ان شاء الله انه على المدى الطويل. طب شو عم بيصير في اجراءات؟ شو عم تاخذوا اجراءات وقت اللي طلعتوا اول شغله بدك تحضري للاجراءات؟ يعني المؤتمر كان الهدف منه انه انت تسلطي الضوء على أسباب هيدي المخالفات، ليش بتصير وكيف فيك تحدي منها. مثل ما منجي منقول مثلا وحدة من الإجراءات أنه نحدث القوانين بشكل أنه لما نلاقي مخالفة يكون في طريقة أنك تقدري تعملي رادع لها. مثلا مع الوزارة بالتنسيق كمان مع شعبة المعلوماتية، لما بتلاقي شيء أو بتبلغيهم لتسي في فيك أكاونت بنسقوا مع بعض وبتلاقي هالصفحة توقفت. مثلا لما بتجي بتلاقي مطرح لتسي ما بعرف شو سوبر ماركت
بنفس اللوكيشن في محطوط انه فيك تشتري تيكتس مثلا تذاكر سفر. سو لما بتبلغي عنا بياخذوا اجراءاتهم، بس كمان بدنا نجي ناخذ بعين الاعتبار انه هن عم يشتغلوا بظروف كمان مش سهله، يعني بدنا نعطيهم الكريدي انه هن عم يشتغلوا بريسورسز كثير محدوده لتغطي مثلا تبعتي من لجنه الاستقصاء موظفين لهيدي المنطقه او لهيدي المنطقه ليتابعوا. عن جد بدها مجهود، وعم نحاول كلياتنا من خلال الموارد اللي موجودة عنا أنه نتعاون لنقدر نوصل لنتيجة اللي بدنا إياها. عملتوا لقاء موسع وفي ويب سايت خاص كمان بالنقابة، يا ريت هيك شوي تعطونا كمان تفاصيل عنه. لينا بتحكي. الويب سايت اللي أطلقناه يمكن من كم بشهر 10 وقت جينا كمان حكينا عنه، هو الويب سايت للنقابة للأجنسات المسجلين تحت النقابة وكل نشاطات اللي عم بتصير للنقابة. هلا كمان عملنا مثلا نشاطات غير دوينا على مناطق بلبنان منا كتير شوي مهمشة بالإعلاميا، ما بعرف إذا بدكم تحكوا هلا عنا. رحنا خلينا نحضر الفيديو ونرجع نحكي عنه. يلا. نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة جون عبود وبرعاية وحضور وزير السياحة وليد نصار لقاء موسع للأطراف المعنية بحجوزات الطيران، وهي وزارة السياحة، نقابة مكاتب السياحة والسفر، الميدل إيست، وممثلين عن شركات الطيران الأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين عن نظام التوزيع العالمي JDS. ومن أبرز توصيات اللقاء تقديم الحلول المعروضة من أطال إلى وزير السياحة لاعتماد ما أمكن وإحالة الباقي الذي يستدعي مشروع قانون إلى مجلس النواب، تنظيم فريق عمل مشترك بين أطال ووزارة السياحة، تنظيم فريق عمل مشترك مع شركة الطيران ومع JDS لحد من الممارسات الغير شرعية من خلال عدة إجراءات عملية، اجتماعات فردية مع شركات الطيران لمناقشة مقترحات أطال لتنظيم السوق المحلي، دعم الشركة الوطنية لأطال بكل المبادرات التي من شأنها رفع مستوى القطاع، تنظيم ورش عمل تدريبية للعاملين بالقطاع للرفع من مستوى الأداء والقدمة، توزيع أطال كود أوف كوندكت على جميع الأعضاء وجميع شركاء المهنة والجهات الرسمية والغير رسمية المختصة، وشكرا. يا ريت فيكم تحكونا أكثر عن هذا اللقاء وشو صار. هذا اللقاء اللي حكيت فيه عنه رقية بالأول عن كيف المؤتمر اللي صار مع كل الأطراف المعنية للحد من الممارسات الغير شرعية، هذا رقية فيها تساعدك فيه أكثر. اللقاء كان هدفه مثل ما قلنا أنه نسلط الضوء على أهم أسباب المخالفات الغير شرعية. أطال كان عنده اقتراحات حلول عرضناها على شركاء القطاع، وطبعاً برئاسة معالي وزير السياحة وممثل الشركة الوطنية نقدر نتناقش فيه هون وناخذ منهم التوصيات يلي بتكون مناسبة للتطبيق، وهذا اللي صار واللي سمعتوه من شوي هي التوصيات اللي طلعت من هذا المؤتمر واللي المفروض انه يبدا تطبيقها مباشره. طب التعاون بين النقابه والهيئات الحكوميه المعنيه بالسياحه والسفر بلبنان قد ايه عم بيكون ابليكابل على الارض؟ يعني عم بيصير، لانه نحن معودين مؤتمر توصيات باي باي، مؤتمر توصيات باي باي، شيء عم يتطبق على الارض، قد ايه عم بيصير؟ نحن بالنسبه للأطال الحقيقه انه لا، اللي على الارض شيء كثير سوليد. ما كنا قدرنا صمدنا بالفتره هيدي كلياتها لو ما هذا الشيء موجود. معلش بدي اذكر نقطه هون قبل ما نكمل على المؤتمر. كل التوقعات العالميه لا مش بس للبنان، لكل البلدان، انه يبدو بالتعافي من بعد أزمة كورونا بالنسبة لأصدار التذاكر ويرجع حجم السوق المعتاد هو 2025، آخر 2025. اللي عم بيصير انه نحن قربنا حاليا بلبنان ومع كل التحديات اللي عنا لنسبة تقريبا 70% من ما قبل كورونا، يعني 2018-2019 أوكي. ومتوقعين تعافي بال2024. هذا الشيء ما بيتحقق لو ما عندك منظومة متكاملة متعاونة مع بعضها. بالنسبة للي حضرتك كمان سألتي إنه كيف كمان التعاون الفعلي بيكون، يعني واحدة من الحلول العملية واللي سمعناها من معالي الوزير بالسيمينار مباشرة
النقاط اللي نحن حاطينها حتتحول له مباشرة. أوكي. واللي تتطلب منه موافقة فردية هو مستعد لها، واللي بيتطلب مشروع قانون لمجلس النواب حيتقدم مباشرة. فهي خطوات على الأرض بالإضافة لأشياء كتير طبعا مع شركاء القطاع، يعني نعمل workshops مثل ما بنعرف في هجرة كتير كبيرة صارت للخبرات الخاصة سواء كان بقطاعنا أو بمجمل القطاعات. فنحن وشركات الطيران والجي دي اسز حنكون عم نعمل كمان دورات تدريبية نعلم من مستوى كمان الاكسبرتيز بالقطاع، أشياء كتير بس حتتطبق على الأرض ونتمنى كمان أنه تواكبونا فيها. أكيد أكيد. لينا قدام هم نشجع السياحة الداخلية بلبنان، ذكرت من شوي في مناطق مهمشة، في كتير مناطق يمكن نحن ما بنعرف فيها أو مناطق بتجنن بتاخد العقل ولكن ما بيتسوق لها مثل ما لازم، قد هيدا شيء ممكن يساعد ويكون بلس كمان؟ طبعا كتير. لحنا مشان هيك عملنا نهارين last week بالكامبين، غطينا منطقة طرابلس وراشية مع وهي كانت من انه اخذنا فوديز انفلونسرز اعلام مع مكاتب مرخصه اندر عتال، وقتها هون كذا مكتب اشتركوا سوا وقدموا وعملوا يعني زي قدموا كل شيء ليصير هيدا النهار، كذا مكتب اتحدوا كلهم سوا، كذا واحد قدم باصاته، كذا واحد قدم التورات الجايدنج كل شيء، وكانوا ايام بتعقد براشيا وبطرابلس وانتهت بالسهره اللي صارت الكبيره بالكازينو نهار الجمعه بالليل لاطلاق الموسم الصيفي 2023 للمكاتب مرخصه تحت التال. قد ايه عم بيصير في تعاون بين النقابه ومكاتب السفر؟ هون مكاتب السفر هلا الموسم اسم الله ببلش، واللي جايين على لبنان واللي من لبنان عبالهم يسافروا كمان يصيفوا يعني بمحلات كتيرة، قد ايه بيصير في تعاون خاصة لنضلنا ضمن مارج منافسة معقولة؟ يعني ما نطير، هلا اكيد بدك تقولي لي نحن اقتصاد حر ما فينا نلزم العالم، بس انه يعني حدود شوي. معك حق، هي احيانا نحن سوق حر، بس احيانا يمكن بتظهر من الخارج انه هي بتطلع برا الحدود المنطقيه، بس دائما المنافسه هي اللي بتحكم. وهذا الشيء اللي بنسعى له، انه دائما يكون في منافسه لحتى تكون مستفزه اذا بدك لاي حدا انه يقدم الجديد، يحط مزايا جديده، يكون في شويه انوفيشن بالبرودكتس نفسها، هذا الشيء بغذي السوق اكثر واكثر. هلا كيف بنقدر نعمل؟ في دائما حلقات حوار، في دائما ببليكيشنز بتطلع مع اصحاب المكاتب، مع الاعضاء كلياتهم. فكره انه في شيء ملزم اكيد ما بيكون ملزم، ولكن في توصيات. وحده منها اللي طلعت كمان بالسيمينار اللي هي الكود اوف كوندكت او ميثاق الشرف. اوكي يمكن حاليا هن افكار على الورق، بس شوي شوي مع التطبيق بعتقد لما بنخلق جو، وهذا الشيء اللي بنطمح له بالقتال انه يكون في عندنا كلتشر اوف اثكس، هذا الشيء بيقدر بيساعد اكثر واكثر بتطبيق يلي عم تقولوه انه منافسه ضمن المعقول. بس اللي كمان بدي اكد عليه، لانه من زملائي ما في ولا مكتب مش عم ياخذ بعين الاعتبار الازمه اللي عم بيصير، لانه كلياتنا بامانه بدنا العجله تدور، لانه بدنا نشوف هذا الشيء اللي عم بيصير هلا بالبلد، هيدي الحركه اللي عم بتصير بالاخر هذا هو هدفنا. الربح بيجي اكيد، وحسابات الربح والخساره موجوده، بس فعلا عن زملائي بقدر اقول كل واحد فينا قلبه بيكبر لما بيشوف هيدا الشيء، فالموضوع اكبر شوي حتى من الربح ومن الابعاد الماديه. قد ايه الاوضاع السياسيه الامنيه بتاثر على صناعه السياحه؟ وشو هي طرق العلاجات اذا صح التعبير؟ كيف فينا نتغلب كتير على كل هالتحديات؟ كثير بتاثر اكيد. بس الشيء البوزيتيف يلي عم بيصير هلا واللي عم ينعكس بنقدر بنشوفه، اي استقرار ولو بسيط كمان بينعكس على القطاع تبعنا. يعني مثلا حركه الوافدين حاليا عندك 28% من اخواننا العرب،
هيدا ارتفاع كتير كبير، عندك ارتفاع 30% عن الأربعة أشهر الماضيين من يعني نفس الأربعة أشهر السنة الماضية. إذا بتقارنيهم بأول أربعة أشهر من السنة ارتفاع 28% يكون عندك. هاي في عناية ربانية لهالبلد والله عن جد عن جد مش معقول. وفي محبة في بتحس إنه هيك بحبوا الناس، كيف بيبقى الولد اللي بالعائلة كل الناس بتحبه هيك بتحس لبنان الولد اللي كل الناس بتحبه ولو إنه مشاغب. إيه لو إنه مشاغب عن جد مع المقومات يلي هي تعتبر يعني سواء كانت بيزك أو لا الناس بتحب أو البلدان كلها ياتها اللي حوالينا إخواننا العرب كلهم لما بيجوا على لبنان بيبقى الواحد عم يتطلع على الشيء الأساس اللي عندك إياه، منو عم يطلع عندك منتجعات سوبر أكسترا، منو عم يطلع شو مقدمتي لي أشياء حديثة. الروح، الروح عم يطلع الروح. الكالتشر. طبعاً عم يطلع الروح. طيب شو عم تعملوا كنقابة لترويج السياحة اللبنانية يعني بلبنان؟ شو عم نعمل؟ عم نعمل باكيجز خلينا مع شركات الطيران، عم نحكي بس شركة الطيران اللبنانية ولا عم نوزع عم نتعاون مع أكثر من شركة طيران؟ كيف عم بيصير الشغل؟ عم تحكي عن السياحة الداخلية ولا السياحة الوافدة من الخارج؟ أوكي، السياحة الوافدة من الخارج اليومين مثلاً اللي حكيتك عنهم لينا هاي وحده من اساليبنا بانه نحن نضوي او نعمل اذا بدك اكسبوجر اكثر بالسوشيال ميديا اللي هي اذا بدك من الاساليب المهمه، بس كمان على ارض الواقع بخطوات عمليه مع شركات الطيران خصوصا الناشونال كارير، لانه لازم نقول هيدا الشيء مع وزاره السياحه من فتره تم اطلاق عروض وباكجز خاصه مخفضه طبعا، و إذا بدي كاستمايزد يعني مثلاً اللي جاي من لندن في له باكيج خاص، أوكي. اللي جاي من قطر كمان في له عروضات مخفضة، أوتيلات معينة، رحلات، كل هيدا الشيء. سو هيدا عم بيصير أكيد ومطلوب منه زيادة وزيادة، بس بعتقد أنه عم نشوف أنه على الأرض بلش أنه يعطي نتيجة. لينا شو اللي أكتر شيء بيجذب المغتربين والسواح إن كان الأجانب أو حتى الإخوان العرب في لبنان؟ أنا بنظري لعلي جمال الطبيعي الرباني اللي عطانا يا رب العالمين. عن جد لحنا يعني بلد كتير هلا طبعا يمكن في ولحنا أصلا كمان غير هالشي شعب بحب يعيش. صحيح. يعني مع كل الأزمة الاقتصادية اللي عم تصير بتلاقي كل يوم مطاعم، كل يوم إيفنتات، كل يوم ظهرات، كل يوم بحر عم يفتح. لحتى بلد عن جد. وشو هو الشيء اللي مش اخذ حقه وبيستاهل انه نشتغل عليه لانه ممكن في كثير مناطق حرام مهمشه لانه الوضع الاقتصادي صعبه وما عم بيتدوى او ما عنده كمان الامكانيات البشريه او يعني اللي لازم تكون عنده، والبلد ما عم بيقدر يساعد، بس نحن كشعب بحس انه عم يعني اكثر ما فينا عم نساعد. بعتقد أنا كورونا خلت اللبنانية حتى يكتشفوا مناطقهم أكثر. طبعاً. وقتها منعنا نسافر صرنا نروح أكثر وإكسبلور أكثر وضوى على كثير مناطق ما كنا نعرف فيها. صح؟ 100% وبيوت يعني صار في هلا بيوت الضيافة. لينا سنو رقية حامد، لينا سنو المديرة العامة لنقابة وكالة السياحة والسفر بلبنان، رقية حامد عضو نقابة وكالة السياحة والسفر بلبنان، أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم ألف عافية. مرسي لكم. عليكم وعليكم. وإن شاء الله يكون موسم حلو يا رب. اشتراك، زوروا موقعنا alfatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.